وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عمار قنا، أستاذ العلاقات الدولية عبر سكايب من موسكو. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف تابعت أحداث فجر اليوم؟ تحياتي سيدي الكريم. يعني كل ما نراه اليوم هي كانت يعني متوقعة وكانت يعني معلنة من قبل يعني الطرف الروسي، وهي يعني الأهداف الاستراتيجية من هذه العملية هي حماية المدنيين وعدم يعني تهور كييف في ممارسة الممارسات العسكرية، والتي شاهدناها خلال يعني الأسبوع الماضي بتكثيف عسكري يعني وقصف لمنطقة الدنباس. فكانت الخطوة الأولى يعني من قبل روسيا هي إجلاء يعني المدنيين الأضعف، ومن ثم يعني بعد توقيع المرسوم على استقلالية يعني اعتراف باستقلالية هذه الجمهوريتان، بدأت هذه العملية لتعزيز أمن هذه المنطقة. لا توجد هناك نوايا لروسيا باعتقادي يعني للاستمرار أبعد من ذلك، وأن المسألة هي متعلقة بجزئيتين. الجزئية الأولية وهي يعني مسألة أوكرانيا، وهي ملف منفصل عن الملف الدولي، وهي تكمن في العلاقات الروسية الأمريكية وحول الضمانات الأمنية التي طالبت وتطالب بها روسيا لغاية الآن، حول يعني المسألة الأهم وهي تمدد حلف الناتو شرقا. فيما يخص يعني الوضع في أوكرانيا، يعني كانت صيغة ووثيقة رسمية ممررة عبر مجلس الأمن، وهي اتفاقية مينسك، ولكن يعني رأينا أن الطرف الأوكراني بدعم من المنظومة الغربية لم ينفذ ولا أي بند يعني من هذه الاتفاقية. وللعلم هذه الاتفاقية هي قد وقعت منذ عام 2014، فلذلك كان لابد يعني من اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين ويعني كبح جماح يعني السلطة السياسية في كييف لعدم يعني تدهور المنطقة بالكامل إلى مناوشات عسكرية مفتوحة. فلذلك رأينا أنها يعني عملية عسكرية خاصة، وباعتقادي أنها يعني ستنتهي مع إنهاء الوضع العسكري حول هذه المنطقة. ضيف الكريم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه عن بدء هذه العملية العسكرية دون أن يحدد حجم هذا التدخل، وهنا سؤال يطرح نفسه، يعني التوقعات في الساعات القادمة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا؟ سيدي، لا كانت واضحة يعني عند الحديث عن عملية يعني خاصة والأهداف حماية المدنيين يعني والحفاظ على هذه المنطقة بعد استقلالهم، يعني باعتقادي أنها يعني ممكن أن ترينا يعني الكثير من الأحداث جزئيا المستقبلية. اليوم يعني الأحداث تعتمد باعتقادي على ردة يعني الفعل أولا يعني الأوكراني والغربي. رأينا التصريحات يعني من قبل المنظومة الغربية بالتهديد والوعيد والعقوبات الاقتصادية، ولكن يعني لو نظرنا يعني بشكل يعني منطقي الى مجريات الاحداث وما حدث خلال الشهرين الماضيين، يعني لنرى ان الولايات المتحده هي من زجت وتزج لغايه الان يعني في هذه المنظومه يعني الاوكرانيه، وكيف وظفتها يعني سياسيا لتاجيج مثل هذا الصراع. يعني عند الحديث سيدي عن اتفاقيه مينسك، والوضع الذي نراه اليوم هو كان احد بنود اهم بنود اتفاقيه مينسك والتي مررت عبر مجلس الامن، وهي الوضع الخاص للدنباس لهاتين يعني المحافظتين انذاك والان الجمهوريتين. ولكن راينا يعني ان كييف تضرب بعرض الحائط يعني كل هذه الاتفاقيات، ولم تكن هناك مبادرات يعني غربيه للضغط على كييف لتطبيق هذه الاتفاقيه. وهنا اذكر يعني الضامنين الاساسيين لهذه الاتفاقيه، وهو الطرف الفرنسي والطرف الالماني. فلذلك يعني بتنا امام يعني امر واقع جديد، هذا ناهيك عن يعني التجاهل الأمريكي وحلف الناتو للضمانات الأمنية التي طالبت يعني بها روسيا وتطالب بها لغاية الآن. فكانت يعني مسألة عسكرة الأزمة منذ البداية هي تعود للطرف يعني الغربي. لا ننسى يعني الكميات من الأسلحة التي زج بها إلى كييف يعني خلال الشهر الماضي، والقوات العسكرية يعني حتى ولو كانت يعني رمزية نوعا ما من قبل الناتو ونشرها في أوروبا الشرقية، هذه
هذه كلها يعني مؤشرات على أن المسألة هي أكبر من ذلك. وأوكرانيا يعني وهذه الأزمة الأوكرانية يعني لطالما كانت يعني جزءا من هذه المعادلة، وهي مسرح للعمليات الجيوسياسية وأداة ضغط سياسية توظفها الولايات المتحدة يعني ووظفتها يعني في أكثر من فترة. ولا ننسى أيضا يعني كل ما يجري اليوم هو نتاج للسياسة الخاطئة باعتقادي الأمريكية منذ عام 2014 ومنذ الإطاحة بالرئيس يانوكوفيتش آنذاك يعني بالدعم الأمريكي والأوروبي الواضح جدا في تلك الفترة. وممكن القول يعني أن إدارة بايدن أو الرئيس بايدن نفسه هو يعني يعتبر المهندس الثورة الملونة في كييف آنذاك عندما كان نائبا للرئيس أوباما. فالمسألة اليوم هي متعلقة يعني ليست فقط بأوكرانيا ولكن بالمعادلات الدولية والنظام العالمي الجديد والذي تحاول الولايات المتحدة الحفاظ يعني من خلاله على أحادية القطبية، محاولات لإضعاف روسيا اقتصاديا وسياسيا وأيضا إضعاف المنطقة الأوروبية في محاولات لعدم خروج يعني الاتحاد الأوروبي من تحت العباءة الأمريكية. فلذلك نرى هذه التفاعلات يعني جميعها، ولكن يعني كلها اليوم تجري يعني كما نرى على الساحة الأوكرانية. نعم، قبل الحديث عن ردود الأفعال الدولية ضيف الكريم أستاذ عمار، ردود الفعل داخل موسكو والأوساط السياسية داخل موسكو حول هذه العملية. عفوا ممكن أن تكرر السؤال؟ قبل الحديث عن ردود الأفعال الدولية والعالمية على هذه العملية العسكرية المحدودة التي أشرت إليها، يعني ردود الفعل داخل الوسط الروسي وموسكو تحديدا من يعني الأوساط السياسية والإعلامية هناك. سيدي يعني الأوساط السياسية والإعلامية كما نراه يعني من خلال المتابعة كلها يعني متوافقة تقريبا تماما مع الذي يجري، وذلك أنه لا ننسى يعني معاناة يعني هذا الإقليمي هذه الأقاليم يعني لمدة يعني 8 سنوات. وهناك مسألة يعني الغرب لا ينوه لها يعني في الإعلام الغربي عند الحديث عن النازية الجديدة يعني والقوات والأحزاب السياسية النازية في أوكرانيا والتي لها يعني باع في البرلمان وفي المنظومة السياسية الداخلية. وللعلم يعني فقط للتاريخ أنه في عام 2014 أثناء الثورة الملونة كانت أحد الأحزاب يعني الرئيسية في هذا الانقلاب هو حزب الحرية الأوكراني، وهذا الحزب هو مصنف يعني في المنظومة الأوروبية كحامل لأفكار النازية وممنوع في الاتحاد الأوروبي. فلذلك اليوم يعني هذا الحس وهو قد تمثل أيضا ليس فقط في قوة سياسية ولكن له يعني آلية عسكرية من خلال ميليشياته المتواجدة من عام 2014 ولغاية الآن على الحدود مع منطقة الدنباس. هذه المسألة يعني هي بخطورة بمكان يعني لو قد رأينا يعني بعام 14 وال15 محاولات الإبادة الجماعية من هذه الميليشيات. فالمسألة هنا أيضا يعني تتعلق في الداخل الأوكراني وحالة يعني الانقسام المجتمع يعني في بين مؤيد ومعارض، ولكن يعني اوصلوا باعتقادي بمساعده يعني المساعده الغربيه المجتمع يعني الى تاجيج حتى مفهوم الروسوفوبيا، وذلك من خلال سن الكثير من القوانين على سبيل المثال قوانين يعني مررت عبر البرلمان الاوكراني حول منع التكلم باللغه الروسيه في الاماكن العامه، ناهيك عن المناهج الدراسيه وغيره. وعند الحديث عن المكون الروسي يعني في أوكرانيا الحديث يجري يعني بما يفوق 35% من يعني الحالة الديموغرافية. فلذلك يعني هذه كلها كانت يعني لها إرهاصات يعني في السابق ووظفت سياسيا ولغاية الآن. والخاسر يعني للأسف يعني الشديد أنه المجتمع اليوم الأوكراني، أوكرانيا تدفع ثمن هذه التصرفات يعني الأمريكية وذلك لتمرير مصالحها الجيوستراتيجية على حساب يعني الشعب الأوكراني، وفي المرحلة القادمة باعتقادي سيكون على حساب المنطقة الأوروبية. نعم، إذا نظرنا إلى ردود الأفعال الدولية الآن يعني ما بين الشرق والغرب، الغرب الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لتشكيل تحالف مناهض لبوتين، وأيضا وهناك الصين الآن تعلن أنها أو تصف العملية العسكرية الروسية أنها ليست بغزو.
نعم سيدي الكريم، يعني هذا ممكن الاتفاق بهذا الخطوط انها ليست غزو ولكنها عمليه ردع لا اكثر ولا اقل، لانه يعني لكبح جماح يعني اوكرانيا من تعديل يعني السلطه السياسيه لتعديل الحاله او تغيير الحاله من سياسيه الى عسكريه. لا يمكن اليوم الحديث واختزال المعادله في فقط ان المجتمع الدولي هو المنظومه الاوروبيه والولايات المتحده، فلذلك هناك انقسام يعني بات واضحا، ونحن يعني في طريق التعددية القطبية، لن تجري الأمور كما كانت عليه في السابق، والآن يعني الولايات المتحدة في حالة عملية التموضع الجيوسياسي، فلذلك اليوم نرى أن هناك يعني جزئيا هناك تأييد غربي للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى يعني كما تفضلتم يعني الصين وقد صرحت عنها يعني الصين منذ البداية، ولا ننسى أن المعادلات والتحديات القادمة هي ستكون ما بين الصين والولايات المتحدة وخاصة حول موضوع تايوان. نعم، هذا الانقسام الذي أشرت إليه أو الواضح ضيف الكريم أستاذ عمار، كيف سيؤثر على المشهد في الوقت الحالي والوقت المقبل؟ باعتقادي من الصعب الحديث يعني عن الوقت الحالي لغاية ما تنتهي يعني العمليات العسكرية، ولكن مما لا شك فيه أن طاولات الحوار يعني والمفاوضات هي قائمة وستستمر، يعني لأنه يعني المضي قدما بالعمليات العسكرية له وقت وتكلفة، وباعتقادي يعني المنطقة اليومية في غنى عنه، فلذلك يعني ستكون هناك محدودية في هذه المسألة. نعم، الأستاذ عمار قنا أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر سكايب من موسكو، شكرا جزيلا لك.